وصلت ماريا. هيا بنا اسرعوا. هيا وصلت. اهلا ماريا. مرحبا ماريا. اقتربوا لكن اصطفوا بشكل جيد لتاخذوا العابكم. احتاجي سبق لقونا الآن هداياكم بمناسبة عيد الميلاد. هيا فيليبا نظميهم. أجل في الأمان. الفتيات من هذه الجهة والصبيان من هذه الجهة. هادي لك ستعجبك اللعبة كثيرا. على ما على ما خذي هذه. فليصل هيا أيضا على هديته. هيا خذي هذه هديته. لكن قفوا بانتظام، هناك ما يكفي للجميع. احترسوا لا تتدافعوا. تعالي أنت تعالي. على مهل على مهل. صباح الخير كاتشيتا. صباح الخير فيراكروز. أردت أن أراك قبل ذهابي لأنني أريد منك خدمة كبيرة. لنرى، أخبرني ما الأمر؟ أحتاج أن تساعديني على إخفاء أجريبينا وأنيتو لبضعة أيام. صباح الخير دونا ريموندا. صباح الخير. ألم تغادر فيرونيكا غرفتها حتى الآن؟ لا كليمنتي، حتى أنها لم تفتح لي الباب ورفضت أن تأكل شيئا. إن ابنتي تقلقني كثيرا. ليست سيئتيتا، تركتك في الميتة نتيجة الظلم. عانت وهي تبحث عنك، ولقد تعذبت أكثر حين وجدتك وعجزت عن مناداتك. ابنتي ابنتي ابنتي. أريد أن أكلم الأنسة فيرونيكا. من يريدها؟ تيتا. تقول إنها إنها تيتا. فيرونيكا فيرونيكا، اتصال هاتفي لك، تتصل بك تيتا. تيتا، هذه أنت؟ تيتا أجيبيني. نعم أمي. ابنتي ابنتي الحبيبة. خذوا ألعابكم. عادت ماريا. جميعكم مسرورون. باركك الله ماريا، لأنك طيبة ولأنك لا تنسين أبدا. لا يمكنني أن أنسى أنني هكذا كنت قبل أن تبدل حياتي، وأنا ما زلت مثلكم. ما زلت الآن ماريا ابنة الحي. عاشت ماريا. واحد اثنان ثلاثة. عاشت ماريا. عاشت ماريا. عاشت ماريا. ماريا 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 وبس. سنبقى ليومين أو ثلاثة إلى أن نذهب بعدها إلى ألفرادو. قلت لك نعم عزيزي. ما الأمر؟ أشعر بالإحراج معك لأنك قد تنزعجين قليلا. اسمعني فيراكروز، سوف نفعل شيئا. أنا لن أكون متضايقة، وإن جاءت السيدة ماريا بحثا عن أجريبينا ونانديتو فهي لن تجدهما. ماذا تنوي كاتشيتا؟ أصغي إلي جيدا فيراكروز، اسمع. لم تعد لدي شكوك أمي. ألا تحتقرينني؟ لا أمي، حصل كل شيء. أعرف أنك أجبرت على تركي في الميتم وأنك تعذبت بسببي. لا يمكنك أن تتصوري كم. وعندما عرفت أنه أخبرك تعذبت أكثر، ظنًا مني أنني لن أراك أبداً بعد الآن. هو والدي. نعم والدك الحقيقي. تكلمينه؟ لا لا الآن لا. لاحقا نتكلم أنا وأنت وهو شخصيا.
أتريدين أن نذهب؟ لا أنا أذهب، ستكونان بانتظاري صح؟ طبعا ابنتي، سنكون بانتظارك معا وليداك الحقيقيان. ما سيجري؟ أنا واثق من أن ابنتنا لن تحتقرنا. ماذا حصل فيرونيكا؟ إن تيتا لا تحتقرك. ألم أقول لك أنت لم تفقديها، بل بالعكس لقد استعدت هذه المرة كليا. أكاد لا أصدق ذلك. فعلت ذلك لأجلنا مع أنك ما كنت موافقة. على أي حال أتسامحينني ذات يوم؟ ولكن كيف لا أسامحك؟ أنت تعرف معنى أن أصغي إليها وهي تقول لي أمي. كليمنتي أنت من عليه أن يسامحني، سوف أشكرك على هذا طوال العمر. حسبنا أنك لن تأتي مجددا إلى هنا ماريا. ولماذا؟ هل خذلتكم ذات مرة؟ لا حسنا بصراحة أبدا، لطالما كنت تعتنين وتهتمين بنا جيدا. لقد تأخرت أكثر من المتوقع وأنا أجمع الوفيات، لكنني هنا الآن. هيا فيليب رتب الوضع وانظر إلى هؤلاء الأطفال، لقد يئسوا من الانتظار. أنت اسمع، هذه الهدية الكبيرة لك، خذها. شكرا ماريا. هيا، وهذه لك يا صغيري. نور، هذه الهدية لك، خذها يا حبيبتي. وهذه الهدية أعطيها لأخيك الصغير، سوف تعجبه. هيا شغلكم باب لأخيك الذي سيولد، خذ هذه الهدية. سيدة ماريا، هذا راديو. شكرا ماريا، أنت سيدة جدا. هيا هناك أنا ودايما. والآن هدايا للكبار، انظروا. نظفي جيدا، فكرتك رائعة جدا كاريدات. أنت تعيشين في غرفة أغريبينا، وأغريبينا ونانيتو يختبئان في غرفتك. هكذا لن يجدهما أحد. اسمعوا جيدا أيها الجيران، لن يفتح أحدهم فمه ليقول إن أغريبينا ونانيتو في غرفتي. إن فمي لي كاريدات، لا أنت ولا أحد يقفله لي في هذا الحي إن أنا لا أريد. معقول؟ افتحيه لتراي. الجس الموجود على رجلك سنضعه على لسانك يا ساقطة. آه منكم. كيف حالك؟ بخير أستاذ، تفضل بالجلوس. شكرا، أنا هنا بخدمتك فيما تريد. أمر بالشركة؟ لا، شيء شخصي. تفضل. يجب أن تطلقني بأسرع ما يكون من زوجتي. فهمت أنك وزوجتك كنتما على أفضل علاقة. بالضبط، كنا هكذا. وماذا حصل بينكما لتتخذ قرارا كهذا؟ بكل بساطة ما عدنا على اتفاق، هذا كل شيء. وزوجتك موافقة على الطلاق؟ عندما أخبرتها قالت لي أن أفعل ما يحلو لي. إذن سأتكلم معها. إنما بأسرع ما يكون. كاتشيتا، كاتشيتا، أتعرفين من في الخارج؟ السيدة ماريا التي تحمي نانديتو. هي هنا؟ نعم، لكن حتى الآن أغريبينا ونانديتو لم يغادرا الشقة بعد. نهاركم سعيد. مرحبا. مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله. لما أنت هنا سيدتي؟ لقد جلبت مفاجأة سارة إلى كل أطفال الحي. هيا اجمعوا كل أولاد الحي أرجوكم، ودون أن ينقص أي واحد. قولوا لهم إن الهدايا وصلت بمناسبة عيد الميلاد. كلمت باتشيتا عزيزي؟ نعم نعم عزيزتي، كل شيء جاهز. عندما تريدين تذهبين مع نانيتو للاختباء عندها، أتعرفين بماذا فكرت الكوبية؟ ستعيش في غرفتك وأنت تختبئين في غرفتها، حتى أننا نقلنا كل المفروشات. وهكذا إن ذهبت السيدة ماريا للبحث عنك هناك، فإنها ستجد مكانك كاريدات. فيرا كروز، ماذا لو أخبرها أحد عن وجودنا؟ لا لا، لقد سوي هذا الأمر عزيزتي، لن يقول أحد شيئا، ولا حتى تلك الثرثارة لونا. رأيت الأستاذ لاريوس يخرج من هنا، هل من مشكلة مع الشركة بني؟ لا أبي، لاريوس جاء يتكلم معي لأمر شخصي، طلبت أن يطلقني من ماريا.